ان شاء الله من التشويش الى مباراه فاينل بين سوريا والاردن. والشرط لتفادي هذا هو عدم خساره المنتخب السوري مع كره خطيره. ارجع غطي، برافو، ممتاز من زاد الصعوبه. فرصه المنتخب الياباني، مراوغه اخرى خطيره والدفاع يسر وخرجت سلامات ان شاء الله. مساله الهدف الاول، الهدف الاول الياباني، الهدف الاول اليابان في وقت الحديث على انه لابد ان نتفادى السيناريو انه منتخب سوريا والاردن يلعب مباراه العبور. المنتخب الياباني برشا حظ، يستغل الفرصه الاولى ببرشا واقعيه. ماكوتو هازيبي لاعب بي اف ال فولفسبورغ يفتح باب التسجيل للمنتخب الياباني. اذا افتتاح التسجيل من قبل المنتخب الياباني الان عن طريق اللاعب هازيبي لاعب بي اف ال فولفسبورغ في البوندسليغا. هدف للامانه لا اقول ضد مجرى اللعب 100%، لكن على الاقل فما الانتباع ان سوريا متحكمه في الماتش. مش معقول الكره ما خرجتش لمده 30 ثانيه، الكره لم تبتعد من مناطق بلحوص اكثر من 7-8 تمريرات. وهازيبي الكابتن في المتابعه بعيد عن الرقابه السوريه ينجح في خطف اولى اهداف الماتش ويسجل الهدف الافتتاحي في هذه المباراه. وبالنسبه لهازيبي هو الهدف رقم 60.